هاي يا جماعة، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا تمام. رجعت لكم بفيديو جديد، وفيديو اليوم أنا هلأ شايفين الدنيا الليل. أول شيء رايحين على مول أو شبه ماركت أكتر، فرايحين بالليل نتسوق هيك إشي أو نشوف هيك، نحب هيك نمشي بالليل بعد ما تعشينا. فكان رياضة وكان تسوق، يعني نشوف إيش في بالمول ومنلفلف ومنشتري أو هيك يعني. فبدي أعملكم جولة بالمول هذا. بصراحة مش عارفة إيش الفايدة من الفيديو، بس حسيتكم بتحبوا أشياء زي هيك، فقلت لا خلاص بصور هاي الفيديو يمكن تحبوه. فتقريبا وصلنا المول، فامشوا ندخل مع بعض على المول وأعطيكم جولة وكيف الأشكال المولات هان وهيك أشياء. فيلا نمشوا. شوفوا يا جماعة، هاي المول، مش مول، أقول ماركت أحسن عشان مش مول، هو ماركت كبير. فامشوا ندخل. أول شيء هلأ عنا في كوريا أنه لازم نلبس الماسك في المكان الداخلي هيك، فإجباري يعني لازم نلبس، كل ملبسين من جوه، بس برا عادي عادي لو شلحنا. أول شيء في فواكه هون وخضروات، وهذا بيض، وهاي جماعة مش عارفة إذا بتعرفوه إيش اسمه، توفو، توبو بالكوري، بس مكتوب توفو. هذا برضو إشي كوري كتير زاكي، بدخل بالشوربة وأكلات وهيك أشياء. هان في بحريات السمك والأشياء. اوكي، هاي سلطعونات، هاي رابستر، هاي سوشي يا جماعة، أكثر شي بحبه. قسم اللحوم هان، وهاي قسم الحليب والألبان والأشياء. هاي مخبز، هاي في مخبزان. شوفوا يا جماعة، هاي قسم الأجبان، عن جد جديد صار في أجبان في كوريا. زمان، أيام زمان ما كان في ولا جبنة، في بس كتير غالي أو فيش أنواع منه، بس هلأ صار يدخل هان زي جودا أو أنواع تانية من الأجبان. وهي جبن آدم هيك، يعني في صار كتير أنواع من الأجبان، فصارت العيشة أحسن، بحس إنه صارت أحسن. الناس الأجانب تمام، هاي تشيز مكتوب. اوكي هن ببيعوا كيمتشي. هن يا جماعة أكلات سريعة، إنه موجودة كل المكونات، مثلا شوربة، شوربة سمك، موجود السمك والصوص وكل إشي، بس بتحطه بالطنجرة بنعمل على طول، يعني صارت العيشة أسهل. شايفين يا جماعة جد، شوفوا الخضروات كلها مقطعة في جواتها، يعني على طول بتحطه بالطنجرة خلص، ما بدك نجيب خضروات تانية إنه تقطع بالبيت وبصر إيش. هانا في كتير سألوني على إنستا إنه شو هذا الإشي، كنت باكل دائما هذا الإشي يا جماعة، كعكة السمك بيسموه، وكعكة السمك له أنواع، في زي هيك فادة هيك كلها، وفي هيك مقطع صغير. هذا القسم بيكون أشياء المثلجة هان، وها برضو هاي سباجيتي. فالمهم هيك بيكون أشكال المول. لسه بدي أكمل أصور لكم الجولة، بحكي لكم إنه كثير سألتوني إنه كيف ألاقي إشي حلال أو حرام. أنا بالنسبة لي، أنا عشان بعرف أقرأ كوري، فنقرأ ورا على المكونات، إذا في إشي إنه في أشياء حرام ما بناكل، إنه بنرفع على طول بناكلهوش، هيك إحنا بنفرق. بس إنتو كإنتو مش عارفة، أنا ما جربت الشعور إنه كأجنبية هان، بعرف أحكي كوري فبتعامل كله بالحكي وبقرأ، فعشانك بعرف أفرق. المول كبير هان، ماركت أو المول هان. هاي سبرايت الكوري، هاي كولا، بيبسي، زي ما انتم عارفين عادي موجود كل اشي بيبسي. هاي العصائر وانواعه، في قسم يا جماعة ملناش فيها، تمام ملناش فيه. هاي قسم الصوصات تبع الكوري اللي بيعملوا فيه اكل،
شايفين البهارات والصوص وكل اشي كل اشي هان. هان برضو نفس الاشي صوصات اشياء هاي صويا صوص اللي عارفينه. هان في تويكس واشياء والله موجود يعني تويكس كيت كات سنيكرز. هاي الشيبسات الكورية يا جماعة. هاي شيبس كتير زاكي. هاي برضو هاي اكلته بحبه جد بحبه اصلا. شوفوا هاي الشيبسات الكورية. فكيف نعرف انه هذا الاشي حلال؟ انا نسبة الي بقرأ هان اللي مكتوب على الورقة ورا هاد بعدين بعرف انه هاي نقدر ناكل ولا لا. زي هيك في يا جماعة هانا غير الاكل في صيدلية وفي مكان للألعاب. مش في أشياء ما بقدرش أكلها. مثلا 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 هاي الصوص مش عارف إذا موجود ولا لا. في لا هاي ما فيش إشي حرام عادي بتتاكل. مثلا هاي لا برضو هاي عادي. أوكي هاي بنقرأ يا جماعة هان ورا مكتوب هان لحم الخنزير نقدر ناكله. فاحنا هيك بنفرق. هانا بيكون موجود ادوات المطبخ وهاي تبع التنت والشويوك وهان بيكون في ادوات الكترونيه بس مسكر طبعا الساعه 10 هلا. فلا خلص تقريبا سكر. هان في شنط المدرسه والقسم اللي ورا في العاب اظن وهان في بوات في مرايه اوتفت الليل تمام اللي اشتريناه احنا. وانا بلف وبرجيكم المكان اهلي اشتروا كل هذا. فتمام راح نحاسب عندنا صح هنا يا دوت حمشت انا خلينا نطعس. ايغو شو بس ما عجبتكش المره الفاتت؟ لا مش ذكي شو ما اشتن ده بدنا ما اشتن ازاي شو سلوم اسمي بكس. فرياض بده يورجيكم هو بيلعب كوره. استنى طيب بورجيكم حركة يا جماعة. بس رياض لما يصور بيعرفش يلعب. هذا شد شحران ده هبة عن جد عن جد. أمنا تمام هيك بنكون خلصنا نحاسب. سالته من شيء كويس في شيء سهل. أول إشي إحنا وصلنا يا جماعة 100,000 مشترك. كتير كتير شكرا لكم. وأنا صراحة ما كنتش مصدقة أول يعني مش حاسة بالإشي يعني إنه عجز وصلت 100,000 وهيك. بمناسبة وصولي ل 100,000 حبيت أعمل كيك هيك عشان أحس بالأجواء شوية يا جماعة يعني. فالمهم طلبنا كيك وهلا رايح أخذه وأنا رسمت لها كل التصاميم اللي بدي إياه وهيك. فإن شاء الله طلع نفس التصميم أو أحلى يعني. إنه المهم أنا رسمت لها واحد واحد وأشكال من هان وهان وألوان أسمر كل إشي. فبنشوف كيف حيطلع وشوي متحمسة وبنشوف كيف راح يطلع النتيجة. ويلا نمشي مع بعض. اخذنا الكيك الحجم انا جبته صغير فالحجم اصغر مما توقعت بس منيح يعني. المهم اخذنا الكيك ووجدتكم بالفيديو اللي ما شفته. فالمكان كتير كيوت والكيكه كتير كيوت فراح اكل بس اروح. تعال دوري دوري بلادي شي
준비했습니다. 네. 어디 잘라야 되지? 어디 잘라야 돼? 진짜 어떻게 잘라야 되지? 그러니까 맞아 실망해줘마. 진짜. وهيك بكون يا جماعة وصلنا لنهاية فيديو اليوم. إن شاء الله أشوفكم في الفيديو و بس باي.